عادل أشوف عندك ما شاء الله تبارك الله تحفة فنية. هذا ميزان خشب بالكامل. نعم. عندنا بنج زيه كبار. إيه نعم. يسمى ميزان قباني. يزنون بها الزبلانة اللي بها التمر. إيه نعم. وعكك السمن قبل 100 سنة. حلو. هذا مطلع من بقالة مسكر من زمان مكة المكرمة. وهذا يعتبر. هذا بالعصر العثماني يستخدم. هذا شفوه لقيت سدها يازنة. هذا تحط بها الأغراض بذا. أيوة. وهنا عيارات الميزان هنا. أيوة مزبوط مزبوط. ولو بغيت تقفله ليه تحطها تقفله خلاص ما يهزم. بسم الله كفكرة مجنونة. نعم. عادل. وذي عبارة عن وزن شعيرات ذي هذه. أي نعم. غير عيارات الإفداء. هذا وزن دقيق اللي تمشي يمين ويسار. وهذه أبو عادل ذي هذه لازم تصير على نفس. هذه ناقصة منه قطعة زي ذي. زي ذي. أيوة. ناقصة. أيوة. أصله فوق ذا أساس إنه يجي وزنه صح ماشي. القطعة بجيبها له وركبها إن شاء الله تركب ذا زي المصري ذي بالضبط. ماشي. لكن هو خشب بالكامل. طبعًا هذه نمرة الميزان. هذه نمرة الميزان ومن عندي نمرة ثانية بالحديد. أيوة. هذا استخدم وقت الدولة العثمانية. ما شاء الله.